الشائع أن شاشة العرض تلك غالباً ما تظهر خطابات وأرقاماً ومبيانات، بيد أنه عند حضور الدورة الرابعة من الملتقى الوطني لليتيم ستتفاجأ بأن تلك الشاشة تعكس كل ما يجري بالقاعة من مداخلات ومناقشات حول مستقبل الأطفال المتخلى عنهم بالمغرب. تفاجئنا فعلاً بوجود شباب ديال خريجي ديال المعهد ديال الصحافة والإعلام اللي قاموا بواحد التغطية مباشرة ديال النقاشات اللي كانت جارية في المستوى ديال القاعة مع الظروف ديال الطوارئ الصحية، وكان نقل مباشر ديال الوقائع ديال المداخلات. العمل الذي تقومون به عمل جبار، لا سيما هو من شباب حديث العهد بالصحافة، أعتقد أن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحنكة وعلى العمل المتواصل. طلبة المدرسة العليا للصحافة والتواصل أبانوا مرة أخرى عن علو كعبهم في تغطية الأحداث والتظاهرات، حضورياً وعن بعد، بل صوتاً وصورة أمتعوا فأبدعوا، وتفوقوا في نقل كل صغيرة وكبيرة بالملتقى الذي لم يكن لألسنة منظميه غير الإعجاب والشكر تقدير للمجهود المبذول من طرف الطلبة. أتقدم بجزيل الشكر لراعي هذا الحدث، طلبة المدرسة العليا للصحافة والاتصال اللي سهروا معنا واللي تعبوا معنا هذه مدة أسبوعين أو أكثر في إعداد مشروع الفيديو الترويجي للملتقى، واللي سهروا معنا أيضا أثناء الملتقى، جاءوا وضبطوا لنا الأمور التقنية من تصوير ومن نقل مباشر ومن أخذ الصور وأخذ التصريحات من عند الناس، فريق تقني بامتياز، لهم جزيل الشكر باسم أيتام المغرب جميعا. في زمن غزته صحافة الوجبات السريعة، أتى الاستثناء من لدن ثلة من طلبة المدرسة العليا للصحافة والتواصل لضخ دماء ممزوجة بين التجديد والجدية في مجال يتسم بالضغط والمسؤولية. بكل جرأة